السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف نشرح قائمة Drawing Solid in 3D Model. هذه القائمة في بعض الأشكال الجاهزة زي السفير Center Point Sphere بهذا الشكل. بعد ذلك في سلندر Center Point في Radius وليكن 45 والهايت وليكن 55. بعد ذلك في الكون سنتر بوينت في السنتر مع ذلك الراديوس 25 والهايت وليكن 100. بعد ذلك في البوكس الهايت كذا في بيراميد سنتر بوينت البيز راديوس وليكن 20 الهايت وليكن 25 في بعد كده ويدج اختار فيرست كورنر اختار اذر كورنر نختار الهايت وليكن اختار وليكن 15 اصبح عندنا ويدج شكل تورس طبعا سنتر بوينت في راديوس اول 16 الريديوس الثاني يكون 5 بهذا الشكل. طيب في طبعا عدة أشياء مهمة في عمل باين لهذا الجزء. إذا في عندنا جزئين بهذا الشكل أو شكلين بهذا اللي هو الروت والسلندر. نختار يونيون بنختار هذا الأوبجكت وهذا الأوبجكت نضغط انتر فأصبح عبارة عن جزء واحد. نختار مرة أخرى اكستراكت سب تراك نختار أوبجكت نختار اكستراكت أوبجكت نضغط انتر عمل سب تراك هذا. ممكن طبعا نعمل موف هذا الجزء إلى هذا الجزء. نختار فقط الانترسكشن عن طريق عمل انترسكشن هذا الاوبجكت وهذا الاوبجكت نضغط انتر فطبعا وترك فقط الانترسكشن ولغى كل شيء ما عدا التقاطع بين هذا الاوبجكت الاول والاوبجكت في الدرس القادم باذن الله سوف نشرح عده اوامر في ستورد ايديتنج وفي قائمه المودفايد.